احنا بدأنا في السعودية، هنا في المملكة العربية السعودية بالمواي تاي تقريبا في عام 2008. كان حب للعبة واشتغلنا عليها كتيم، مجرد تيم صغير، وأسسنا صالة صغيرة لتجمع اللاعبين. كانت بداية جيدة وحصلنا على دعم من الاتحادات العربية ودعم من الإخوان المهتمين، وكذا بدينا في الموي تاي. أصبح عندنا حلم وحبينا نطور، اشتغلنا على الموضوع، والحمد لله اليوم عملنا نادي من أهم الأندية الفرنسية، وإن شاء الله يعني نشوف أهم الأبطال من خلال هالنادي إن شاء الله. مرينا على بطولتين عرب، جبنا في الأول ميدالية وفي الأخيرة كانت جبنا 3 ميداليات. ما هو هذا طموحنا، إن شاء الله نطمح اللي يكون أكبر. إحنا شغالين على تطوير رياضة المواي تاي وعلى المسابقات وعلى التنافس من خلال الهواء في الأول، وإن شاء الله إحنا في صدد يعني تنظيم أكبر تظاهرة للمواي تاي على مستوى المحترفين، اللي من شأنها إن شاء الله أنها ترفع المستوى من خلال المحترفين والهواة بإذن الله. الحقيقة أحب الرياضة وأحب المواي تاي بشكل كبير، وأعتقد أنها هي ما يحتاجها يعني كل مقاتل وكل رجل يعني يهتم يعني بالقوة. وعملت دورات كثيرة يعني سواء في الوطن العربي أو حتى في البلد الأم تايلاند، وكان لي تواجد يعني مع الأخوان العرب وعلاقة حميمة يعني ما بين اللاعبين وبين الإداريين. من هنا يعني شرفوني وكلفوني اني اكون رئيس فخري للاتحاد العربي. اعرف ما يمر فيه اللاعب وما يمر فيه المدرب وما يحتاجونه، وانا حاب اني اكون يعني مساعد للجميع يعني. ومن هنا بدت يعني ايماني بقدراتنا العربيه وشبابنا العرب اللي نتمنى ان شاء الله نوفر لهم اللي يحتاجونه ان شاء الله. احنا عملنا البلاتينيوم فايتر، معناه الحقيقي اللي هو اللاعب البلاتينيوم اللي نطمح ان شاء الله يعني انه يكون عربي ولا يكون مقاتل بلاتيني ان شاء الله باذن الله. عملنا لهم وفرنا لهم كل ما يحتاجونه من افضل العوامل اللي ممكن تساعد انه في اخراج البلاتينيوم فايتر عربي ان شاء الله. اليوم احنا نعمل بالاسباب، وقريبا باذن الله يعني راح تنطلق بطولات البلاتينيوم فايتر البروفيشنال. نتمنى ان شاء الله يعني ان نشوف المقاتلين العرب فيها، وان باذن الله نطلع بالمقاتل البلاتيني اللي يرفع اسمه واسمنا واسم العرب ونشوفه في اكبر المحافل باذن الله. واحنا دائما داعمين ونعمل كل ما يحتاجه، او نعتقد انه ان شاء الله بيكون مساعد للاعب العربي بإذن الله، اللي يشوف لاعب دولي وبطل عالمي من العرب بإذن الله.
المقاتلين العرب وصلوا يعني مراحل متطورة، وكثير من المقاتلين احنا نعرفهم يعني واصدقاء لنا ونعرف وش مروا فيه. كانوا الكثير يعني ما يلقى وين راح يتدرب او نوعية التدريب، او يعني يفقدون كثير من اللي يحتاجونه، ومع هذا حصلوا على نتائج عالمية وكبيرة. احنا اليوم نوفر لهم يعني اشياء ما كانت يعني ما كانوا يقدرون في السابق انهم يوصلوا لها. لا نشوف باذن الله بطل عربي دولي عالمي في كل المحافل باذن الله، وهذا اللي احنا نطمح له، وهذا مشروعنا وهذا طموحنا جميعا يعني.